جزاكم الله خيرا. يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد أمامه قبر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان القبر منفصلا عن المسجد بشارع أو بفضاء لم يتصل بالمسجد فلا بأس بالصلاة في هذا المسجد، لأنه ليس مسجدا على قبر. أما إذا كان القبر متصلا بالمسجد فإنه لا تصح الصلاة في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، ولأنها لوسيلة إلى الشرك. ولو كان المصلي لا يقصد إلا وجه الله، لكن صلاته عند القبر منهي عنها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. نعم.